كما قال وذكر، هل فعلا كلمة الثقافة تولد في الإنسان منذ الأساس أم أنها تبنى وفقا للبيئات اللي يعيش فيها الإنسان؟ بصفتك متخصص وعضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود وأيضا مدرب في هذا المجال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أشار الدكتور لفكرة الثقافة وأنها يعني هي كلمة عربية أصلا أصيلة ومعنى مهم الحقيقة، أن يعني نفهمه بشكل العام. نعم. الجزئية اللي أبغى أركز مع الشباب عليها وكلنا نتعاون في اليوم يعني الخروج بها من هذا الكلام، أن يريد قدر المستطاع أن نفهم أن الثقافة هي أقرب لي يعني السلوك منه لقضية المعلومات. يعني لو الآن بنتكلم مثلا عن الثقافة السعودية، أنت كيف تقدر تعرف الثقافة السعودية؟ خلال إيش؟ من خلال سلوكياتهم، من خلال حضاراتهم، رسوماتهم، كل شيء. أنا عرفت ما شاء الله أنه عندنا مجموعة من الزملاء من بعض دول الخليج. لو قلنا مثلا الثقافة الكويتية، كيف نفرق بينها وبين السعودية؟ يعني الثقافة هي شيء مرتبط بجوانب سلوكية واضحة للعيان، يمكنك أن تميز هذا الشخص أنه ثقافته في يعني جانب يعني معين. لذلك لما نتكلم عن الثقافة الإسلامية أو الثقافة الشرعية، نحن نتكلم عن ذلك الشخص اللي زي ما تفضل الدكتور في تعريف الثقافة أنه يظهر عليه ملامح هذه الثقافة التي ينتمي لها. وأنا هنا الحقيقة يعني أبشركم بآية من كتاب الله عز وجل، وهي بشرى لنا جميعا ولكل إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب معنا يعني أتيناهم الكتاب، الذين اصطفينا من عبادنا هو كل إنسان اصطفى الله عز وجل ودخل في دين الإسلام. فمنهم إيش هنا بدأت المفارقات، لكن هذولا اللي كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو إيش ممن اصطفاهم الله. يعني أنا وأنت والثاني والثالث ممن قال لا إله إلا أنت ممن اصطفاك الله، ترى هذه نعمة ما تقدر بثمن. من أنا حتى يصطفين الله؟ ترى يعني هذه يعني كما يقول العلماء لو بقي الإنسان ساجدا من ولادته إلى أن يبعثه الله ما شكر حق نعمة، فكيف بنعمة الإسلام؟ فكونك مسلم هذا بحد ذاته بداية الاصطفاء. لكن بعد ذلك، بس معلش، من جعلك مسلما في هذه الأرض بعد توفيق الله سبحانه وتعالى؟ أي نعم. من زرع هذه الثقافة في داخلك، الثقافة الدينية الإسلامية؟ من قال أول كلمة في داخل لا إله إلا الله محمد رسول الله في أذنك؟ من أخبرك؟ نعم، هو طبعا إذا تجاوزنا الجزئية الأولى في أنها نعمة من الله عز وجل، نعم، تبقى قضية توفيق الإنسان في البيئة التي يعيش فيها. يعني جميل. هذه النعمة الثانية اللي يشكرها الإنسان، أولا جعلك مسلم، ثانيا جعلك في بيئة مسلمة، ثقافة مسلمة، والدليل تتشربها مع من صغرك. ما من مولود، نعم، ما من مولود يولد على الفطرة. طبعا برجع لهذا الدليل بعد ما أكمل الآية اللي قال الله فيها: فمنهم إيش هذول اللي اصطفاهم الله، كلهم اصطفاهم الله، لكن إيش منهم ظالم لنفسه، ومنهم أحسن من شوي مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذا اللي يفرق فيها إيش العلم، العلم اللي أشار له الشيخ في أنه هو علم متبوع بعمل. يعني كل ما تعلمت شيء وعملت فيه تجاوزت مرتبة، يعني اللي أشار لها قبل قليل في المثال أنه إذا في الداخل خاوي ما راح يطلع شيء، لكن لو عندك علم عملت به تجاوزت مرحلة الظالم النفسي إلى مقتصد. طيب الفرق بين العالم وغير العالم أن العالم وصل سابق بالخيرات. ليش؟ لأن المعلومات الشرعية اللي عنده جميل كثيرة واستطاع أن يعمل بها. فالفكرة في الجانب اللي أشار له دكتور في أنه القضية ليست معلومات فقط نعرفها، هي قضية عمل. وأنا أتوقع أنه المبادرات اللي سمعنا عنها اليوم جميل وبنشوف إن شاء الله بعض منها هي جوانب عملية. يعني أنت الآن لما نتكلم عن واحد يعرف أحكام الصبر وفضائل الصبر وأدلة يحفظها جميل، لكن عند أدنى موقف أو صدمة ينهار. صح.
في حين شخص آخر يمكن من أجدادنا وأعمامنا وأبائنا القدامى يمكن ما يعرف الآيات ما يعرف الحديث، لكن تجد ما شاء الله صبور. بعض الناس يقولك والله يا حسافة العلم عليك ولا يا حسافة الثقافة فيك. نعم، لأن السلوكيات لم تنعكس على هذا.